نبينا محمد. هذه تسمى الشيخ خالد ربيع حفظ الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. تفضل الله خير الشيخ. طيب السائل يسأل عن الفرق بين شفاعة وتوسل. الفرق بينهما واضح. الشفاعة هي طلب الخير للغير من الله عز وجل. طيب هو أن تطلب الخير لغيره كما يشفع مثلا الإذن بأبيه يطلب من الله عز وجل أن يدخله الجنة، أو كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طيب إذا الشفاعة طلب الخير لغيره، أما التوسل فهو التقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل. ففي فرق هناك بين الوسيلة والشفاعة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. شيخ